المبادرة السنوية اللي بتعملها جمعية الأورمان. كل سنة وانتم طيبين، احنا مقبلين خلاص على عيد الأضحى، يا رب يعيدوا علينا دايما بالخير واليمن، وربنا يبلغنا العيد واحنا في أتم حال، ويا رب يكون الوباء ده زال وبقينا أكثر اطمئنانا وأكثر ارتياحا. المفروض العيد امتى؟ المفروض يبقى في أوائل 8. هو العيد اللي أنا عارفه إن العيد الكبير بيبقى بعد العيد الصغير بشهرين وعشر أيام. حلو؟ حد يقول لي بقى العيد الصغير كان يوم كام؟ كان إيه 24 إيه؟ 5؟ كان 24 مايو، حط شهرين يبقى 24 يوليو، وحط 10 أيام يبقى 3/8، 2/8، 4/8. أنا بقول لكم قبل الأفلاك وقبل الأجندات وقبل كذا، العيد الأضحى إن شاء الله هيبقى في الأيام الأولى من شهر أغسطس، يا 2 يا 3 يا 4 حاجة. هيبقى إيه؟ و31/7. هو النهارده بالذات انا مش واثق فيك يا عادل، النهارده بالذات يعني الاربع بالذات ما بيمشيش معاك، فمش عايز اقول معلومه يعني بناء على عهده عادل، فخلينا نقول انها نهايه 7 بدايه 8، لكن يعني عشان بس ما تمسكوهاش علينا. كل سنه وانتم طيبين في كل الاحوال. اللي بيحصل بقى انه الفكره الجيده جدا اللي اصبحت متبعه الان، وهي فكره صك الاضحيه. وعايز اقول لكم انه بعض الناس في الاول قال لك دي بدعه والبدعه مش عارف ايه، لا، الحقيقه اي فكره جيده حسنه تصب في الصالح العام وتقرها الاديان ودار الافتاء تبقى مقبوله، وحي على الفلاح وحي على هذه الفكره. والفكره دي خلت اللي ما بيذبحش يزكي ويذبح ويشارك في الذبح. ما هو انا مش قادر اعمل خروف كامل او بقره كامله او عجل كامل او جمل كامل، لكن اقدر اشارك بصك. اقدر اشارك بايه؟ بصك. مساء الفل يا استاذ ممدوح. بحضرتك استاذ تامر، واهلا بكل شيء جميل، واهلا بكلامك الجميل اللي فعلا فعلا حقيقي ومصداقيه على كل مصري في موضوع صك الاضحيه دوت. ربنا يكرمك، اولا وحشني على المستوى الشخصي، وتحياتي ليك ولمؤسسه الاورمان، زملائنا اللي بيقوموا بجهد رائع الحقيقه في اعمال الخير. ربنا يكرمك، وحضرتك حضرت معانا كل انشطه الاورمان من اول الاقصر لغايه القرى لغايه كل مكان، فانت شاهد عيان مصداقيه لكل شيء الحمد لله. اشكرك، ربنا يكرمك يا ريس، ربنا يكرمك. قول لي فعلا الفكره الصك الاضحيه دي بقى اصبحت منتشره وشجعت ناس كتير من اللي ما كانوش بيضحوا على المشاركه في التضحيه وفي المغفره والثواب. حضرتك فعلا كلامك دقيق للغايه، احنا فعلا دار الافتاء افتت بهذا الموضوع، والازهر وكل يعني المؤسسه الدينيه قالت ان صك الاضحيه دوت شيء تماما جميل، وفي نفس الوقت زي ما حضرتك قلت انا مش قادر ادفع حاجه كامله، باخد صك الاضحيه يعني البقره او يعني في 7 صكوك نص شارك فيها، وبعدين بقول لسيادتك لمصداقيه حضرتك والبرنامج في توقيت العيد الاربع ايام بيتم ذبح في جميع محافظات الجمهوريه، اسوان، الاقصر، حلايب وشلاتين، الوادي الجديد، مرسى مطروح، جميع مجازر الجمهورية بيتم ذبح حي في الأربع أيام بعد صلاة العيد حتى عصر اللي هي أيام التشريق اليوم الرابع. تمام. بيندبح كلهم أبقار بلدي، وبيتم فيها توزيعهم على كل الأسر المستفيدة. زي ما حضرتك قلت بالظبط، لولا صك الأضحية ما كانش هذا الموضوع اتعمل على الإطلاق. مظبوط مظبوط، وما كانش الخير ده عام، وما كانش الناس اولا اللي استطاعت انها تخش بصك في بقره او في خروف او في عجل او كذا خدت الثواب، وما كانتش اللحمه كترت، وبالتالي المزيد من الفقراء استفادوا. ده يا فندم انا جامعات الاسر بتستفيد في نفس هذه الايام، وبعدين الحمد لله السنه دي بنذبح كمان علاوه جميع مجازر الجمهوريه، وبشكر وزاره الزراعه مديانا كل المجازر مجانا. لاول مره هيتم ذبح في مجزر القوات المسلحه، احدث مجزر في العالم اللي موجود في الفيوم. هنذبح يمكن كل يوم 100 راس حي. بسم الله. فعلا المجزر دوت على انا روحت مجازر احسن مجازر في العالم، في البرازيل وكل اللي شفتهم، هذا المجزر على احدث راس في العالم، بيذبح ويشفي ويبرد ويجمد ويعبئ ويغلف وثلاجات تنقل، كل ده ان شاء الله في الاربع ايام العيد هيوصل لكل اسره اكثر احتياجا، لكل قريه في قلب مصر الطيبه ان شاء الله. زي ما حضرتك قلت بالظبط، احنا السنه دي يمكن اللي ما قدرش يروح لحج، يمكن اللي كان عامل نفس عامل مبلغ معين، بنقول له لا ان شاء الله ان شاء الله الثواب ده، وانا سمعتها حتى الثواب بتاعك دوت في الصدقه او في الاضحيه هيكون ثواب
على أرملة على غير قادر ان احنا نفرحه يوم العيد، نفرحه اولاده، نقول له اتفضل احنا كلنا معاك، قلوبنا قلب واحد، ايدينا في ايدين واحدة، مصر كلها بخير ان شاء رب العالمين. استاذ ممدوح شعبان مدير عام جمعية الرومان، بشكرك شكرا جزيلا، وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وانتم اكثر قدرة على فعل الخير وتوصيل الخير للمستحقين.